صباح الخير احبتي المشاهدين، تحياتي لكم، تحياتي اكيد للزملاء في استوديو، زملاء وزميلات في استوديو سامراء صباح. لكم اخوكم كابتن عمر النعيمي من اكسجين جيم، فقره تحرك نفسك. احنا نحكي اليوم على موضوع الثقافه الرياضيه داخل القاعه. قاعات هي بيت الثاني، المكان اللي انت تتمرن به، تغير جسمك، تكون علاقات صداقه ويا اصدقاء جدد، اصدقاء حقيقيين، صديق التمرين صديق حقيقي. خوش، فلازم تهتم بموضوع الثقافه الرياضيه داخل القاعه. بالقاعات شوف هواي ناس، هواي من كافه طبقات المجتمع، المبتدئ، المتقدم، اللي اصناف واشكال حسب المنطقه اللي تتمرن بها وحسب القاعه وجودتها اللي تتمرن بها. نحكي بصوره عامه كرياضي، اول شيء لازم اتحلى به بين عامل القاعه كبيتي الثاني، احافظ على نظافه القاعه دائما، اهتم بنظافتي الشخصيه ثانيا، يعني دائما اكون اهتم بنظافتي الشخصيه، استخدم المعطرات لان التمرين يؤدي الى تعرق، والتعرق يجوز انت ما تحس بالرائحه مالتك لكن مرات تكون نفاذه وتزعج الاخرين، لان الجسم معود يتعلم على روائح جسمه، هو الأنف قصدي يتعلم على روائح جسمه، فمرات ما تحس بها. فبعض الأشخاص يعانون من حالات مرضية اللي هي رائحة العرق الكريهة، هذا الشيء أكيد طبي لكن قدر الإمكان له حل. أهتم بنظافة الشخصية، معطرات دائما، هذا الشيء معروف. مناشف، لأن من أتمرن دائما فصل الصيف أستخدم المناشف حتى إذا كان عرق على المصطبة أمسح العرق. بعد هاي الشيء حلو، حلو حق القاعة، حلو بحق أصدقائك اللاعبين، لأن البعض يخجل يقول لك هالشيء. الأوزان دائما أحاول أرجع أوزاني، أنت وزن مثل ما شلته ترجع، هم تمرين لك هم خدمة للقاعة، لأن بعدك الشخص يجي يرجع أوزان وهكذا، تحط جهد على عمال القاعة اللي أغلبهم من العمالة الأجنبية وأكيد ما أريد نتعبهم بهالشيء. الشغلة الثالثة، محاولة نصر كثير من اللاعبين المبتدئين. انت اذا الله مكنك وشفت نفسك تطورت فتره، يعني سنه سنتين، لا تكبر على اللاعب الثاني صغير، حاول تجاوبه على كل اسئلته مهما كانت تافهه او كانت مضحكه، لان انت بهالطريقه قاعد تزرع فشي ايجابي بداخله، منو يدري هذا الشخص مستقبلا يصير بطل ويذكرك بالخير. اول تالي هي يسموه نشر الطاقه الايجابيه داخل النادي. الطاقة الإيجابية هي شيء جدا أساسي وشيء جدا مهم حتى يساعد الرياضيين على يكونون يبنون جسم رياضي أفضل، لأن يعني كل ما كانت الطاقة الإيجابية منتشرة بالمكان كل ما الرياضي استفاد، وهذا شيء حقيقي. طاقة سلبية فشيء نيجاتيف نبتعد عنه أكيد. شغلة أيضا مهمة هي عدم الفتي أو التكلم بمواضيع ما نفقه بها، يعني لاعب تمرينه يختلف عنك، لا حبيبي هذا غلط، ما يصير هيك شيء، هذا الشيء مو صحيح. لا تحاول دائما تخلي كلامك قاسي بحق اللاعبين او بحق يعني يوصل كلام المدرب بان انت قلت تمرينه غلط او شيء، لا دائما حاول لا تدخل باشياء ما تعنيك، لان يعني يجوز انت المعلومه اللي تملكها تكون اصلا هي خاطئه. عامل القاعة كبيتك، حاول تقضي بيها وقت ممتاز، وقت حلو، لأن هي المكان اللي يطورك ويرك. حافظ على نظافة القاعة، انصح الجميع، وأهم شيء أهم شيء أتمنى لكم وقت صحي ووقت ممتاز لكم بالنادي. تحياتي لكم، إن شاء الله نكون مطمئن عليكم، أخوكم كابتن عمر النعيمي.